هذه طبعا جزيرة مسجان الكويتية، واحنا اليوم مع فريق الغوص جايين علشان نعاين الجزيرة ونصورها. هذا شاليه يعني مخترب، هذا طبعا طرادنا اللي هنا فيه بحر الفايز. الحين في جزيرة مسجان، وجزيرة مسجان إحدى الجزر الشمالية وتعتبر في منتصف الكويت ومقابل جون الكويت، وهي شمال جزيرة فيلكة بحدود كيلو كيلو ونص تبعد عنها، وهناك ممر ملاحي بين الجزيرتين. وحاليا احنا قاعد نتفقد الجزيرة كمعاينة أولية للجزيرة والاستطلاع عن الكائنات اللي فيها وتضاريس وطبيعة سواحلها ومعرفة النباتات والمخلفات الموجودة على الجزيرة، وإن شاء الله راح نقيم الوضع لوضع خطة لدراستها دراسة تفصيلية ومعرفة ما يتواجد على هالجزيرة من كائنات. ولكن من الملاحظ أن بعد معايتنا الجزيرة ومعاينة سواحلها مع الأسف لم نجد أي نوع من سرطانة البحر اللي نسميها الشريب موجودة في الجزيرة، ولا أعلم إذا كانت هذه هي طبيعة الجزيرة أم أنه يفترض مع العلم أن طبيعة الساحل هي نفس طبيعة ساحل السواحل الكويتية قديما ومليئة بالصخور والمخابئ لهذه الكائنات، وأيضا لم نرى أي قشريات موجودة أيضا تحت الصخور برفع الصخور المحاذية للساحل. ونأمل أن نكون فيلم مختصر قصير يوضح طبيعة وتضاريس جزيرة مسجان للشعب الكويتي، وشكراً.